فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي ونواصلوا في استقبال ضيوفنا، نحكيوا على الميركاتو ونكملوا نتبعوا الميركاتو في تونس. اللاعب سند الخنيسي اللي لعب سابق المستقبل مارسا كيف كيف النادي الافريقي البارح اتحاد تطاوين كان اعلن انتقاله لصفوفه. معنا بالتليفون سند باش نحكيوا مع كل التفاصيل الخاصه بالصفقه هذه. انا بيك سند. بيك سلام، مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعي اكسبريس فين الخير. شنو احوالك؟ شنو الامور؟ والله الحمد لله اخويا، الحمد لله عايش. اول حاجه مبركوا لك على خلينا نقولوا مرحله جديده هذه في مسيرتك. هاي يا اخويا، نزلت كي صححت البارح، ان شاء الله ربي معايا، ان شاء الله ربي يوفقني عايش. ان شاء الله بالتوفيق. كيف ايش كانت سند المفاوضات مع اتحاد الطاوين؟ والله ما ديجا نعم ونص التالي، مع انت تعرف لعبت مع الفريق، لعبت مع الفريق، نعرف يعني المسؤولين ونعرف الإدارة. كا ما انت خذيت شواء ما بيني وبين روحي وكلمت مع انت سي توفيق اللي نعرفه من قبل، تفاهمت انا وياه، مع انت كلم لونترونير خذ لوكي من عنده كا باهي. خلينا نبداو، انت بديت تحضيرات السنه مع جمعيه النادي الافريقي معناها هكا ولا انت من قاعدين في الكلوب؟ من في الفاز بريباراسيون، نحن ديجا مازلنا بريباراسيون، اما عملت معناتها جمعه مع الكلوب وخليت شوا باش نعاود نخرج بري، باش نمشي نكاور، باش نمشي فهمت، واحد يزيد يكاور ياخذ سبي شوي اكسبيريونس اكثر. حط الوقت ايش الكونترا نتاعك مع الكلوب؟ انا مازال سنه والعام الجاي، العام الاخر العام الجاي مع الكلوب. اختارت باش تخرج، حسيت روحك ماكش في لي بلان تاع منصور الوحيشي ولا كيفاش؟ ولا هما قالوا لك شوف جمعيه ولا كيفاش بالضبط؟ لا يمكن كيك كيما قلت انت، انا كل تعرف انت سليم، مش كيما جمعيه كبيره كيما معناتها جمعيه صغار. جمعيه كبيره تنجم مثلا سيزون تلعب فيها 10 12 ماتش، انا حبيت كل واحد يمشي يكور يعدي يعمل سيزون بلان معناتها. اما عمناول نجم نقولوا كونفيرميت مع بيج، عملت سيزون محترمه جدا ولا؟ اي اي صحيح، الحمد لله عمناول معناتها عام باهي، مالجري يمكن الريزلتا مشيتش برشا في بيج، مي الحمد لله سلكنا عام باهي. اي كمل ايش قالوا لك؟ شوف جمعيه ولا كيفاش؟ لا ما قالوا لي حتى شيء، انا معناتها مشيت حكيت مع سي منصر وقلت له كوتش راني نحب نكور نحب نخرج، اعطاني لوكي خلي ميساج سند تحب تمشي يمشي على روحك كاو. هذاك اللي صار. باهي كنت قريب برشا باش تعاود مع الاولمبي البيجي، شنو صار؟ باهي انا في بالي كيك اسلام الاول معناتها ديجا متفاهمين معناتها بالكلام، كنت ماشي البيجي ومشيت ديجا معناتها حكيت انا ورئيس، حكيت انا و معناتها والهيئة نتاع الأولمبي البيجي الكل، من بعد صارت شوية حاجات ما تفهمنيش كا وخذيت شوية هذا قلت نجي لتطاوي. ما تفهمتوش مو فلوس؟ لازم تقول معناتها ما حسيت روحي ممكن ما عاش مرتاح برشا غادي وليت جيت لتطاوين يعني. شنو الأهداف حطيتوها في اتحاد تطاوين؟ شنو هدفكم السنة؟ الأهداف خويا من الأول إن شاء الله معناتها مانيش باش نستناو باش نلعبوا على المانتيان كيما العام اللي فات، عندنا جروب باهي إن شاء الله باش نزيد فما معناتها انتدابات جاية إن شاء الله، معناتها باش نكونوا كل فريق من الأول باش ندخلوا عام إن شاء الله بالانتصارات إن شاء الله، معناتها نعديو عام باهي والمنعم اللي ما نقعدوش نجريو كيما الريزلتا في آخر العام وكل ستريس تعرف وتبدا ماتش وتعتيح وكل شكل. وبالنسبه لك انت نعرف الناس كل كنت دولي حتى في منتخبات الشبان، شنو الهدف نتاعك على المستوى الشخصي؟ والله على المستوى الشخصي واحد قاعد يخدم على روحه سلام، من تجي الفرصه الباهيه معناتها واحد انا نحب نكاور دي معناتها في جمعيه كبيره، مي انسان كيحس روحه مازال ناقص شويه ولا هاكا يزيد يعمل دقيق كوره كل عام معناتها تزيد كي تتخرج سيزون تاعك لعب 24 ماتش ولا 26 ماتش دي تملى ثقيل كوره اكسبيريونس باش نهار لي واحد معناتها واحد يخدم على روحه حتى كي على قاع باش نهار لي واحد معناتها كي يمشي يمشي مليان يمشي يقدم الاضافه في جمعيه كبيره باسمه كيما نقولوا بلغه التونس. بصراحه سند برشا ملاعبين ضربوا في الكلوب الماتش مازنبي، انت ضربك الماتش هذاك سبيسيالمون؟ والله خويا هذاك الماتش ما نعرفش باز معناتها الجمهور الوقت هذاك نتاع النادي الافريقي بالطبيعه عنده الحق باش يتغشى علينا وعلى الاخر زاد، خاطر
كانت كيما نقولوا الوقت هذاك بريود صعيبه واحد عاديه ما كيما نقولوا واحد ما يخرجش من الدار ستريس تاع العباد جمهور يعني عنده الحق الجمهور بالطبيعه جمعيه كيما كبيره كيما نادي الافريقي كي تاكل سكور كيكا معناتها بالطبيعه عنده الحق باش يتغشش وباش يسب الجوارات الكل على بعضه معناتها مع شكل تصور انا صحيح الماتش هذاك خلى يمكن فئه من الجمهور تاع الكلوب كل يكرهوني ولا قالوا عليا كلام مش باهي ما عادي هذيك الكوره سلام في تونس وواحد معناتها يحط كل شيء وراه ويحط في قلبه ويزيد يخدم اكثر اكيد واحد يطيح ويقوم ونهار فوق ونهار لوطا هذيك الكوره كما قلت انت هذيك الكوره في تونس ومعناتها ما تنجمش تسكت الجمهور لازم تسكت الجمهور معناتها الجمهور اليوم يقول عليك خايب غدو يقول عليك باهي وتتواصل معناتها واحد الحاجه الباهي ديما معناتها تكون شخصيته قويه يخدم على روحه وما يسمعش كلام العباد وكا صحيح يعطيك الصحه شكرا ليك سند وبالتوفيق ان شاء الله مع الاتحاد الطويل العام الجاي عايشك سيما عايش خويا ميرسي. كان هذا سند الخنيسي اللاعب السابق للاولمبي البلجيكي كيف كيف النادي الافريقي مستقبل المرسى كنا حكينا عن مغادرته للنادي الافريقي عدم انتقال الاولمبي البلجيكي بعد ما كان قريب برشا من الفريق وانتقاله للاتحاد التطاوين على كل ذكر احبائي السيابيل مجال مفتوح قدامكم في اخر نص ساعه اليوم الحصه نتاعنا من تقريبا كامل خمسه بالطبيعه اخر نص ساعه باش تكون مفتوحه قدامكم تحكيوا على الوضعية الحالية في السيابي 71-725-1 رقم اللي تنجموا تكلمون عليه وتعطيونا أرائكم في اللي صاير في السيابي حاليا شكون سبب في اللي صاير حاليا شكون سبب في الأزمة شكون سبب في الفوضى الإدارية والفنية في الفريق وش هي الحلول تشوفوها للخروج من الأزمة هذه خاصة السيابي نادي العريق هذا تقريبا الفريق الوحيد اللي مش قاعد يدرب ويستعد لانطلاق الموسم القادم كما قلت أيضا البارح المدرب مازال ماهوش واضح الى حد الان رغم انه الصفحه الرسميه اعلنت على تعيين سفيان الحجوسي كما قلت 71-725-1000 كلمونا واعطيونا ارائكم بخصوص الموضوع هذا موزيكا ومكعب بعد مكملين في البلاي حتى الخمسه